هسه أذنكم خلونا نتابع الوضع في معبر رفح مع الأستاذ عمرو الورواري مراسل جريدة الوطن. أستاذ عمرو مساء الخير عليك أولا. أستاذ طاهر مساء النور عليك وعلى ضيوفنا الكرام. أهلا بحضرتك. أستأذنك أنا عايز أعرف من خلال تواجدك الوضع دلوقتي عامل إيه؟ الوضع دلوقتي إن إحنا يعني في معبر رفح حاليا في أكتر من حوالي 120 أو 150 شاحنة ما زالت حتى الآن في محيط معبر رفح. يمكن اليوم يعني شهد انفراجة كبيرة في عدد الشاحنات وعدد السيارات اللي مرت من خلال معبر رفح، واللي وصلت تقريبا لحوالي 60 سيارة، وصل منهم بالفعل إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة حوالي 26 سيارة، دول بالفعل وصلوا وما زالت هناك يعني تبقي الدفعة من هذه الشاحنات تباع هذه تقوم بتفريغ الشحنات الخاصة بها، واللي طبعا بتتضمن مواد طبية عجلة ومستلزمات طبية وأيضا كميات كبيرة من المواد الغذائية والمياه لقطاع غزة. يمكن النهاردة وامبارح كان في عدد كبير من السيارات دخل بعكس الايام اللي فاتت اللي كان فيها يعني محاولة من الكيان الصهيوني ان هم يحجموا عدد المساعدات وعدد الشاحنات. يمكن على مدار الاسبوع اللي فات كان عدد الشاحنات يومية بين 15 و20 سيارة، بالامس وصل بالفعل 40 سيارة، اليوم القافلة زاد عددها ووصلت تقريبا ل 60 سيارة. ايضا اللي بيتم حاليا دلوقتي على ارض الواقع هو تجهيز قافلة اخرى بتضم ايضا 60 سيارة، هذه السيارات من المفترض ان تدخل خلال الساعات القليلة المقبلة، يمكن يعني على الاكثر خلال صباح غد سيتم دخول ايضا هذه القافلة. اللي انا عايز اكد عليه يعني حاجة مهمة جدا، وهو الدور كبير مصر بتبذله سياسيا وتنفيذيا على ارض الواقع. سياسيا زي ما حضرتك كنت بتشير من شويه ان يعني في محاولات للضغط على الجانب الاخر لتمرير اكبر عدد من الشاحنات واستمرار دخول المساعدات الى قطاع غزه رغم كل محاولاتهم بتعطيل هذه المساعدات مره وايقاف هذه المساعدات والتلكيك المستمره ان في بعض الشاحنات لا طب هنأخرها شويه لا طب مش عارف ايه الكلام ده. ما يحدث على ارض الواقع وهو الاهم ان مصر حتى هذه اللحظة دخلت مساعدات وصل يعني وزنها لحوالي 4000 طن. تمام. على الرغم ان في المقابل 55 دولة وعربية واجنبية ومؤسسات اخرى ارسلت 55 طيارة اجمالي وزنهم 1000 طن. يا استاذ عمرو خليك في مصر والنبي سيبك من الدول اللي بتقول لك انا ببعت، خلينا في مصر. احنا بنضحك على بعض يا استاذ عمرو، والله ما داخل حقيقي. ما داخل فين ده حقيقي؟ لا بس لان يعني الفتره اللي فاتت كنا بنشوف اخبار ومنشتات وطيارات بتتصور وحاجات كده. كل الدور المصري دور لا غنى عنه ولا مثيل، ويعني بصراحة يعني دور التحالف الوطني بكافة المؤسسات. طب هقول لك حاجة بس، لان ده طبعا في المقام الاول خلينا نتفق ان ده دورنا وان دي قضيتنا وان ما نعمله ده طبعاً ليس منة ولا فضل، لا ده واجب طبعاً علينا. لا طبعا ده شيء اكيد. طيب هستأذنك بس، الناس بتسألني كتير، يعني احنا قلنا مثلا ان في 40 شاحنة خلاص عدوا زي ما بنقول وممكن يبقى في زيهم بكرة الصبح. السؤال عدد المؤن او الشواح او الشاحنات المحمله قد ايه تقريبا يا استاذ عمرو اللي هي جاهزه؟ الجاهز حاليا في محيط المعبر حاليا حوالي 120 سياره. تمام. في سيارات اخرى في محيط قريه الشلاق، ودي قريه حدوديه بتبعد عن معبر رفح حوالي تقريبا من 10 ل 15 كيلو، في حوالي ايضا 50 سياره. ايضا في محيط ساحه الصاله المغطاه في مدينه العريش ايضا في حوالي 100 سياره. حاليا في القاهره وبعض المحافظات التحالف الوطني طبعا بيجمع عدد كبير جدا من السيارات، يعني وبحسب بعض المصادر اللي اكدت ان عدد هذه الشاحنات سيصل خلال ايام قليله الى 1000 شاحنه.
ألف تمام. شاحنة خلال الأيام القليلة المقبلة. من المفترض أنها طبعا ستنضم لمعبر رفح طبعا قوافل، يعني مثلا ممكن يبقى 200 شاحنة بعدها يتم تجهيز 200 تانين، لكن خلال الأيام القليلة إن شاء الله بإذن الله سيكون هناك 1000 شاحنة جاهزة للعبور. طب أخيرا وسريعا أرجوك يا أستاذ يعني عمرو، الوقت انتهى، يعني ال 120 شاحنة اللي حضرتك بتقول إن هم موجودين، تقريبا أهم المواد الموجودة فيهم إيه؟ مواد غذائية طبعا، هو يعني اكتر الحاجات اللي بنحاول اللي بتحاول مصر انها تدخلها بشكل عاجل هي طبعا المواد الطبية والادوية، في عدد كبير من الشاحنات بها مستلزمات طبية وادوية، ايضا الاغذية سريعة التحضير لان طبعا في يعني صعوبة شوية في طهي الطعام هناك، فهي برضو دي من من الشاحنات المتواجدة بشكل كبير، اضافة طبعا الى شاحنات المياه، وايضا في شاحنات اخرى من الوقود. اخباره ايه؟ الوقود بيعدي ولا لسه يا فندم؟ حتى الان لا. حتى الان تنسيقات الوقود لم يتم الانتهاء منه. بشكرك الاستاذ عمرو الورواري مراسل جريده الوطن، واحييك طبعا على معلوماتك الوفره ووجودك في معبر رفح.